موقع أنا السلفي. يا ابن آدم خلقت تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فلقد بين الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن المرء إنما خلق لعبادة الله عز وجل، ومتى كانت العبادة شغله الشاغل فإنه عند ذلك يملأ الله عز وجل قلبه غنى، أي يرضيه الله سبحانه وتعالى بالقليل والكثير، فيكون مع القلة غنيا ومع الكثرة غنيا كذلك، بما وضع الله في قلبه من الرضا والقناعة بما قسم الله عز وجل له.